الملتقى السنوي للاستثمار هو من الملتقيات الأساسية التي يعني أثبتت نفسها طيلة تلك السنوات. هذا الملتقى يجمع يعني قادة الاستثمار في بلدان مختلفة وخاصة البلدان النامية، وبالتالي يشكل فرصة للتواصل حول موضوع أساسي. يعني الاستثمار هو أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، يعني الاستثمار والتجارة هما المحركان الأساسيان للنمو الاقتصادي. وبالتالي يعني انتقال رؤوس الأموال والاتجاهات الاستثمار تؤثر على النمو الاقتصادي في جميع بلدان العالم. يعني استضافة المنتدى في أبوظبي هو أيضا مؤشر مهم على أولا يعني دور دولة الإمارات العربية المتحدة ودور إمارة أبوظبي في، وهو دور قيادي وريادي في الاستثمار وفي طرح الرؤى الاقتصادية. وأعتقد يعني أن يعني المؤتمر أيضا هذه السنة يأتي في مرحلة أساسية، يعني متغيرات كبيرة يعني في العالم وفي المنطقة. جميل. أستاذ فيصل، اليوم مع هذا الملتقى علميا كيف ممكن لمخرجاته ونتائجه أن تتحول وتطبق على أرض الواقع؟ يعني المؤتمر يستقطب لاعبين أساسيين في الاستثمار، أكان دول والتي هي مقاصد استثمارية أساسية، كان جهات تعمل على ترويج وترتيب الاستثمار، أو المؤسسات الوسيطة وأصحاب رؤوس الأموال. وبالتالي يعني هذا يعني اللقاء يؤدي إلى تفاعلات كبيرة بين هؤلاء اللاعبين في حقل الاستثمار، و يعني الخروج بعمليات استثمارية، و يعني هناك المؤتمر يستضيف الكثير من الدول التي يعني جاذبة للاستثمار. يعني هناك حاليا تنافس عالمي كبير على الاستثمار، ونحن نتحدث خاصة عن الاستثمار المباشر، بمعنى هناك استثمارات تمر عبر أسواق المالية، يعني استثمارات ما يسمى المحفظة، أو وهناك الاستثمارات المباشرة، أي أنها تأتي إلى مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة ولها بعد استراتيجي وطويل الأجل. نعم. أستاذ فيصل، ذكرت أن خاصة من شوي الجملة خاصة مع التغيرات اللي قاعدة تصير في العالم، على رأسها الاستدامة، خاصة أن الإمارات يعني كان لها يد يعني ومشاركة كبيرة في موضوع الاستدامة بكوب 28 اللي صار العام الماضي. كيف الاستدامة تلعب دور فيما يخص الاقتصاد بدورته 13؟ يعني الاستدامة، عملية الاستدامة أصبحت من المواضيع الرئيسية. أولا هناك يعني الأمم المتحدة وضعت ما يسمى أهداف الاستدامة العالمية، وضعت معايير وأهداف محددة يعني للدول للاسترشاد بها. من ثم يعني جاء موضوع مكافحة التغير المناخي ليضع يعني ليجعل الاستدامة في الأولويات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي. هذا يعني الاستدامة أو مكافحة التغير المناخي يتطلب استثمارات ضخمة تقدر سنويا بأكثر من 3 تريليون دولار بجميع أنحاء العالم. وبالتالي هناك يعني حاجة لتحريك هذه الاستثمار، هناك فرص يعني استثمارية، الاستثمار في الطاقة المتجددة، الاستثمار في التقنيات الجديدة التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. هناك عالم جديد، يعني تقنيات جديدة، كان كما قلنا الطاقات البديلة، السيارات الكهربائية، هناك تقنيات، يعني هناك عالم جديد انفتح، يعني تقنيات جديدة تتطلب استثمارات كبيرة. ودول المنطقة وخاصة الإمارات هي من أحد أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة مثلا في الإمارات وفي أنحاء العالم، وهي أيضا متقدمة في برامج الاستدامة وفي موضوع مكافحة إجراءات مكافحة التغير المناخي وتصفير الانبعاثات. وبس تعقيبا على الموضوع، اسمح لي سالم، بما نتكلم أستاذ عن الاستدامة، تكلمت عن 3 تريليون هذا استثمار، يعني هناك تقديرات أن يعني تقريباً. تحقيق
تصفير ما يسمى تصفير الانبعاثات او نعم. يعني ب 2050 يعني خفض الانبعاثات لمستوى للحفاظ على يعني زيادة درجة حرارة العالم بدرجة ونصف نعم. يتطلب استثمارات سنوية لا تقل عن 3 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. أنا كان سؤالي أن في مبالغ طائلة ستوضع على موضوع الاستثمار الاقتصادي بالمقابل على المدى الطويل في فعلا خلنا نقول استفادة اقتصادية لهذا الاستدامة لهذه الاستدامة، فكيف درست حضرتك خبير اقتصادي هذه المعادلة بين ما ننفقه لنستديم وبين ما سنناله في الوقت الطويل أو بعد أجل طويل من هذه الاستدامة؟ يعني أولا الإنفاق على الاستدامة ويعني على البيئة هناك مردود كبير اجتماعي صحي اقتصادي وما إلى ذلك، فيعني هذا من الناحية البيئية والحفاظ على حرارة يعني الكون وما إلى ذلك. نعم. سو الفائدة هي متعددة الأوجه، يعني اقتصادية صحية اجتماعية تعليمية، هي العلاقة باستمرارية الحياة استمرارية، وبالتالي سيؤدي الاستثمارات في الاستدامة سيؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة. نعم. ستساعد على تحسين جودة الحياة. نعم. فهناك يعني الكثير من يعني المردود الذي يمكن جنيه من استدامة، هي من القضايا الأساسية أصبحت ركيزة أساسية من ركائز يعني التنمية والنمو والاستقرار العالمي. نعم. وهذا هو التوجه العالمي حاليا، سواء انطلق حقيقة من دولة الإمارات في كوب 28 مثل ما ذكرت زميلتي خديجة، وهذا أصبح التوجه العالمي بالحديث عن الفرص والملتقى نفسه. فاليوم للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية اللي كانت بهذا المعرض، ما هي الفرص المتاحة لهم؟ كيف بيستفيدون منها؟ يعني الملتقى استعرض مواضيع أساسية. نعم. الابتكار يعني innovation، تكنولوجيا والاستدامة، هذه مواضيع أساسية في الاستثمار في العالم. كذلك هناك دول تستعرض يعني نفسها كمقاصد استثمارية أساسية. فمن الناحية المواضيع الأساسية مواضيع الاستثمار الأساسية، ومن ناحية الدول المقاصد الاستثمارية، فلدى المستثمر مروحة كبيرة من الفرص للاطلاع عليها ومتابعتها يعني. فبالتالي يعني هناك مضامين استثمارية يعني ركز عليها المنتدى، وهناك بلدان يعني صاعدة في الاستثمار وتروج لنفسها كمقاصد استثمارية جاذبة. وصفت أستاذ فيصل هذه المكونات بمروحة سأأخذ منها جناح الابتكار والتكنولوجيا، هذا المحور بشكل خاص كيف سيلعب دور على الاقتصاد العالمي، خاصة نتكلم عن العولمة وعن التكنولوجيا وبالتالي هناك تقاطعات اقتصادية عالمية، كيف سيتحقق ذلك؟ يعني الابتكار يعني هو شيء أساسي في الاقتصاد، يعني عمليا هو إيجاد حلول جديدة لمشاكل أو تحديات قائمة. نعم. التكنولوجيا هي عامل، يعني الابتكار لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا عامل مساعد ساهمت على تسريع وأعطاء دفع كبير لعملية الابتكار. بين الابتكار والتقدم التكنولوجي هناك يعني قدرة كبيرة أصبح يعني على دعم الإنتاجية في العالم وإيجاد حلول لإشكاليات يعني ومشاكل تواجهها الاقتصاد يعني الدول العالم، كانت مناخية صحية إنتاجية اقتصادية وما إلى ذلك. بالتالي هناك والآن يعني هناك التكنولوجيا تمر بمراحل متسارعة، يعني نحن الآن دخلنا مرحلة الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس جديدا، هو الآن بدأ يعني أصبح بمتناول جميع يعني الأشخاص. قبل كان يستخدم ولكن في نطاقات محددة خاصة أو ضيقة. الآن أصبح هذا هناك يعني فوائد كبيرة، ولكن هناك توجهات لضبط عملية استخدام الذكاء الاصطناعي بشيء لا يشكل
أضرار على المجتمعات. كذلك يعني هناك الذكاء الاصطناعي فرض أشياء جديدة. الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى قوة حسابية كبيرة، يعني استهلاك أكبر للطاقة. كيف سيتم يعني أين سيتم يعني، وهذا يطرح مسائل أخرى، أين ستكون يعني مراكز البيانات والحوسبة السحابية موجودة. وهذه أعتقد يشكل فرصة كبيرة لدولة الإمارات وللبلدان الخليج لاستقطاب يعني لتكون نقطة اجتذاب لهذه العمليات وعمليات تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بها. نعم. وهذا توجه الدولة حاليا، ذكاء تكنولوجيا الابتكار كله يعني مدعوم، ونلحق يعني نلاحظ تطوره بشكل سريع وأيضا كبير. أكيد نشكر حضورك معنا فيصل أبو زكي خبير اقتصادي، كل الشكر والتقدير لك على هذه المعلومات وأيضا التفاصيل، حياك الله. شكرا لك.